فوانيس الحارة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. شهر الصوم لما مسح راتي نادي الفجر يا بدري يوم تغمرنا الرحمة الليلادي، انت اكيد بشهر الصوم وهلال المغفرة مرسوم يفرح بالصدق المهموم. يا ترى انت فين يا توتة؟ يا ترى مفاجأة النهاردة هتبقى مع مين؟ يا ترى مين يا واد يا بندق؟ مين يا واد يا بندق؟ ازيك يا بندق؟ عامل ايه؟ وحشتني قوي توتة. وحشتيني يا توتة، وحشتيني وشوقتيني. انا صاحي من بدري وبقول لنفسي يا ترى هنروح فين النهاردة؟ على طول كده يا بندق، انت مستعجل؟ مستعجل قوي يا بندق، على طول عايز تعرف احنا هنروح فين. اكيد طبعا عاوز اعرف. يلا يا توتة قولي لي هنروح فين. ها هنروح فين يا توتة؟ بس قولي انت صاحي النهارده بدري كده على غير عادتك ومستعد للمدرسه وجاهز كمان، ايه الشياكه دي يا بندق؟ ايوه يا توتة طبعا، جوده يا توتة، جوده. جوده؟ جوده ايه يا بندق؟ مش مدرستنا يا توتة دخلت جوده، يبقى لازم اكون طالب مثالي في كل حاجة علشان مدرستنا تاخد الجودة من أوسع أبوابها. لازم أعمل الصح. لازم تعمل الصح. برافو عليك يا بندق، اعمل الصح. أنا مبسوطة منك قوي. علشان كده احنا النهاردة هنروح عند قائدنا الفعال في المدرسة، القائد المخلص اللي بيساعد وبيدعم كل معلمي ومعلمات المدرسة، صاحب الخلق الجم مستر عماد مدير مدرستنا الجميلة. شكرا يا توتة. انت عارفة انا بحب مستر عماد جدا وبتعلم منه حاجات كتير كل يوم. وتعلمت منه ايه يا بندق بقى قولي؟ اتعلمت منه الصبر والاحترام والتواضع وحسن التصرف في المشاكل والقدرة كمان على مواجهتها. فعلا يا بندق، مستر عماد قائد فعال، بنتعلم منه كل يوم حاجة جديدة. يلا بينا بقى بسرعة عشان ما نتأخرش عليه. يلا بينا يا توتة. يلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستر عماد، ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا مستر. حضرتك اكيد النهاردة منورنا في حلقتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا يا بندق، اهلا وسهلا يا توتة. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. انا سعيد جدا ان انا شفتكم النهاردة، ويا رب كل رمضان كده وانتوا بخير وسعادة، وكل مصر بخير وسعادة وهنا. مستر عماد، فوزير بندق وتوتة السنة دي بندق وتوتة وآية في حدوتة. ففي قرآننا العظيم قصص وحكايات بتحكيها لنا إلى آيات بناخد منها دروس تنور طريقنا ونأسس بيها مبادئنا اللي بنمشي عليها طول حياتنا. 30 جزء ب 30 حدوتة و 30 فزورة، والنهاردة مع الحلقة الرابعة والجزء الرابع من القرآن الكريم. يا ترى قصة النهاردة عن إيه؟ أنا هحكي لكم النهاردة عن قصة من قصص القرآن الكريم في الجزء الرابع من القرآن، بتحكي لنا عن إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأثرها على المسلمين، وفي دروس كتيرة مستفادة من الموضوع ده. تبدأ حكايتنا قبل انطلاق غزوة أحد، عندما قام أحد المشركين بحفر حفرة كبيرة لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط فيها أثناء المعركة. ويا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها فعلا؟ للأسف يا بندق، أثناء المعركة سقط الرسول صلى الله عليه وسلم فيها دون أن يراها، فشج وجهه الشريف وكسرت رباعيته عليه أفضل الصلاة والسلام، واقترب ابن قمأة عليه لعنة الله من النبي أثناء خروجه منها، وقام بضرب النبي صلى الله عليه وسلم على خوذته، فاعتقد أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فداك نفسي يا رسول الله. فنادى في ميدان المعركة: ألا إن محمدا قد قتل، ألا إن محمدا قد قتل. فوقع ذلك في قلوب المسلمين كالصاعقة، فأصابهم ضعف ووهن وتأخر عن القتال، فأنزل الله آيات تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ونبي كأنبياء الله، فإن مات أو قتل لا يجب على المسلمين أن يتركوا دينهم وينقلبوا على أعقابهم. وهذه هي الآيات. ها تقدروا تقولولي دلوقتي يا بندق أنت وتوتة، اتعلمتوا ايه من الحدوتة؟ طبعا اتعلمت الثبات عند الشدائد، وانا كمان اتعلمت التأكد من الاخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات. برافو عليكم، ممتازين، كلامكم مظبوط. ودلوقتي جه دور اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا، جماهير بندق وتوتة. مطلوب منكم اسم الصورة ورقم الايات اللي حكيت لنا عنها الحدوتة. وعلشان نسهل عليكم فزورتنا النهاردة هتلاقوها في الجزء الرابع من القرآن الكريم. كل المطلوب منكم تكتبوا اسم مدرستكم والاسم الرباعي والصف الدراسي اللي انتوا فيه، وحل فزورتنا النهاردة اسم السورة ورقم الآيات. وكل ده هتكتبوا فين يا بندق؟ في اللينك اللي موجود تحت الفيديو، هتلاقيه عندكم في صندوق الوصف. وبنشكر ضيف حلقتنا النهاردة مستر عماد، مدير مدرسة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة الرسمية المتميزة للغات. أنا بشكركم جدا جدا يا حبايبي، ودايما يا رب نشوفكم كل رمضان في فوازير توتة بوندق اللي كلنا بنستفيد منها، وكمان أصحابي وأصدقائي الصغيرين طلاب المدرسة ومن خارج المدرسة بيستفيدوا منها، وإن شاء الله في جوائز قيمة جدا جدا زي كل سنة. وكل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم. ونشوفكم الحلقة الجاية مع بندق وتوتة وآية في حدوتة. باي باي. حراتي والزين.
ودينا على باب الحرب صندوق بيروي الحكواتي قصة جديدة بكل زيارة. فرحة وخير في كل بلد، ربي يعيدك لنا ونصوم نفرح كلنا بنت وولد. وهلال المغفرة مرسوم والغني علي.